نبدأ أخبار الرياضة من القلعة الحمراء، حيث يبدأ فريق كرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاستعداد لمباراة العودة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقية والمقرر لها 4 أكتوبر المقبل بالسويس، وذلك في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، وهي المباراة التي يرفع فيها بطل مصر شعار الفوز وحده لا يكفي بعد أن خسر لقاء الذهاب بهدف نظيف، فلابد أن يفوز بأكثر من هدف حتى يضمن التأهل لنهائي البطولة واستكمال المشوار نحو الحفاظ على لقب البطولة.